قاعد بتلعب ما تزهقش من الوسط بقلم رصاص ايه لازم كده يا كرشي عليا الطلاق الست دورية ولا تبقى بنت ولا عرف اغضب اسلخ تفكرني بالسلفة مشروع العيلة تي في ابتدى بمجموعة من الشباب كانوا مهتمين جدا بالفيلم ميكينج وكان ده الشغف بتاعهم وفي نفس الوقت كان عندهم افكار كتير وحاجات عايزين يشاركوها بيبتدوا من اول ان هم يكتبوا السيناريو مع بعض يفكروا ازاي هيكون تطلع الفكره دي في شكل الاخراج والتصوير لغايه المونتاج وان الفكره تطلع في الاخر وتتعرض على السوشيال ميديا. كنا بنعمل ورش كتابة إبداعية. الورش دي كانت بتطلع المقالات تتعرض على صفحة نون اللي هي أحد المشاريع بتاعة جمعية الفن للتنمية. كان معانا بكري خالد وهو أحد الناس اللي بتعمل فايرال فيديوز على السوشيال ميديا وهو في نفس الوقت ممثل وبيشتغل في الميديا عموما. كان بيعلمنا كتيم إزاي نكون الكونتنت أو الأفكار بتاعتنا نكون بنشاركها وفي نفس الوقت ما تبقاش على صفحتي أنا وبس، لأ ممكن ناس تانية تكون حاسة إن هي بتقدر تلاقي نفسها في اللي بيتقال ده وتشيرها وتنتشر الفكرة دي. كان في برنامج عن الرسم وازاي اعلم حد انه يرسم كاركترز انيميشن. كان في برنامج تاني وكان المذيع بتاعه هو بكري وكان بيتكلم عن الباشن بتاع الناس وبنحاول اي فكره عايزين نقولها نقولها بطريقه لطيفه وكوميديه وفي نفس الوقت كاتشي ان الناس تحب تشيرها وتسمعها. تالت برنامج كان بيتكلم عن انه في افكار كتير وحاجات احنا متعودنا نعملها لانه اهلنا عملوها واحنا بنعملها لاولادنا وانا محتاجه اقف وافكر لا مش لازم كل حاجه تتعمل بنفس الطريقه. والبرنامج ده كان اسمه لا مش لازم. واخر برنامج اتعمل كان اسمه عارف يا مو. البرامج دي كلها والافلام كلها اللي انتجت في العيلة تي في موجودة على صفحتنا على السوشيال ميديا لو تحب تتابعها.